متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الكذيب والشائعات. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجه يعني ما بعرفش قمه البجاحه انك تمد ايدك وتقول لله يا محسنين وعايز رغيف طري. لا انا مش عايز رغيف طري، انا عايز خزنة مليانة ذهب ياقوت الماز. صفحات جماهيرية للنادي المنافس بتنتقد الدولة وبتنتقد مؤسسات الدولة، عمالين تصرفوا على علمين وعمالين تصرفوا على مشاريع واحتفالات ومش عارف ايه، وسايبين نادي الزمالك بيغرق في المديونيات. قمة الضحك انك تظن ولو لمرة واحدة ان الدولة كل ما بتقع لازم تمدلك ايدك وتفتح لك الخزائن بتاعتها على مصراعيها عشان تكبش وتاخد تسد مديونياتك وتسدد فشلك الذريع، وكأنه حق مكتسب. لا انت ما بتعملش كده، انت مش بتجاملني، لا ده حقي يا بيه تديني كل حاجه. خلاص يا جماعه فككوا بقى من المشروعات بتاعت البلد، واقفلوا مشروعات البلد، واقفلوا كل حاجه، واقفلوا محطات الميه ومحطات الكهرباء، واقفلوا السد العالي والفلوس كلها وفروها، واقفلوا البنوك وخدوا الفلوس دي كلها وادوها لنادي الزمالك عشان الزمالك يداري فشله، الزمالك يداري خيبته، الزمالك يسد مديونياته. هو ده الحل، هو ده الحل في اعين صفحات الجماهيريه لنادي الزمالك. قال لك خلاص احنا اتخنقنا، ما تولعوا بجاز، اللي يتخنق يولع بجاز، البلد اهم منك ومن الف زيك، انت مجرد حساله. وهنا كلامي مش لجماهير الزمالك، للشخص اللي بيطالب الدوله اقفل المشاريع بتاعتك وهات الفلوس بتاعتك عشان نديها لنادي سين او صاد او عين، عشان نديها لنادي سين او صاد او عين ادارته فشلت، قعدتوا تطبلوا وتعرضوا للاداره، والاسد راح والاسد رجع، والدرع راح والدرع رجع، وفي الاخر جاي تتسول وتستجدي بمنتهى البجاحه والنطاعه. الأخ علي ماهر أنا يعني لا أفرقه، ما فرقش بينه وما بين مجدي عبد الغني، مصطفى يونس، الناس دي، ويمكن أسوأ كمان على فكرة. علي ماهر اللي كل فرقة كان بيدربها كان بيبقى فيه لاعب مثلا النادي الأهلي محتاجه كان بيعطل الصفقة، لا ده ما كانش بيعطل، بيعطل ده معناه إن الصفقة ممكن تتم، لا كان بيبوظ الصفقة. ومعرفش بصراحة ربنا في ايه بين علي ماهر وبين الاهلي، يعني الاهلي ما عملش ليه غير كل خير. كنت لاعب سابق في النادي الاهلي، اصابة خلصت عليك في الكورة، الاهلي ما راحش قال للاعب القناة خلص عليه. انت متواجد في الاندية اللي انت بتروحها باسم النادي الاهلي، حتى لما بيتم استضافتك في اي مكان ده باسم النادي الاهلي. كنت موجود في مدرب في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، يعني الاهلي انت مش اتصبت رماك في الشارع، لا شغلك، يعني لحم كتافك من خير النادي الاهلي. فمن المفترض لما تطلع تتكلم تتكلم بادب واحترام عن النادي الاهلي، مش كده ولا ايه متعلمين؟ الاخ علي ماهر طلع في احد البرامج قال لك بيراميدز اقوى فريق في افريقيا. مين يعني ايه بيراميدز؟ بيراميدز اللي بقاله 3 4 سنين مش عارف ياخد دورة رمضانية، ده أقوى فريق في أفريقيا؟ أمال. طب بالنسبة للنادي المسكين الغلبان اللي ما بيعرفوش يلعبوا كورة اسمه النادي الأهلي ده، بطل أفريقيا آخر 4 سنين 3 مرات، ما بيعرفوش حاجة خالص؟ صح، ما أنا نسيت يا جماعة، لا 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 لا، في حاجة مهمة نسيناها، في حاجة مهمة نسيناها، إن علي ماهر بيدرب نادي المصري. علي ماهر هو يعلم علم اليقين إنه لو طلع قال الأهلي أقوى فريق في أفريقيا هيطرد في الشارع تاني يوم،
مش تاني يوم، ده هيجي له مكالمة بعد الحلقة: علي ما ترجعش المصري، شوف لك شغلانة تانية، روح قشر بصل جنب المدام. هو ده اللي كان هيحصل لعلي ماهر. فعلي ماهر ذكي جدا، عارف من أين تؤكل الكتف. هو كده كده مش مستفيد حاجة من النادي الأهلي، هو كده كده مش هيرجع النادي الأهلي، فيعمل إيه؟ يطبل لبيراميدز عشان يمكن في يوم من الأيام حبوا عايزين يضموا مدرب مصري، أنا موجود في الخدمة ورقمي عندكم، أول ما هتشاوروا لي هاجيلكم. والناحية التانية نادي المصري، ما نزعلش جماهير نادي المصري مني، أو نعمل حالة من الهياج الجماهيري. طبعا أنا مش مستغرب ولا مستعجب اللي بيعمله علي ماهر، أنا عارف كمية الحقد اللي جوه علي ماهر ضد النادي الأهلي، كمية غل غير طبيعية تجاه النادي الأهلي. ده حتى الراجل بيقول له يعني ما استفدتش حاجة من كولر، كمية غرور غير طبيعية. قال لك لا استفدتش حاجة، ما اتعلمتش حاجة من كولر ولا من أوسوريو. هو قمة الجهل للإنسان إنه يعيش بدون تعلم، إنه يعيش بدون تعلم. علي ماهر اللي كان معاه سكواد في نادي فيوتشر على الأقل كان يطلعك ببطولة كأس مصر، سيبك من كأس الرابطة. واحد يقول لي ما هو كسب كأس الرابطة، هي كأس الرابطة دي بطولة؟ إحنا هنهزر، ما أنتوا عارفين كأس الرابطة معمولة لإيه وعشان خاطر إيه. لما يبقى معاك فرقة بحجم فيوتشر وما تكسبش بطولة كأس مصر، يبقى أنت لا مؤاخذة مش مدرب. لما تبقى معاك فرقة فيوتشر وما توصلش نهائي كونفدرالية، يبقى أنت مش مدرب، يبقى أنت مش مدرب. فما تطلعش تقول هتعلم إيه من كولر واتعلم إيه من أوزوري. ميدو ما زال يواصل كوميديا، كوميديا سوداء. قال لك جمهور الزمالك لن يقبل ان الميركاتو يعدي كده من غير صفقات. هو انت عارف ترفع القيد الاول، ترفع ايقاف القيد عشان تجيب صفقات؟ هو انت معاك فلوس عشان تجيب صفقات؟ طب ميدو بيقول كده ليه؟ ميدو بيضغط على الدولة، ميدو بيضغط على الدولة، ودي منتهى قلة الادب الاعلامية والمهنية. يطلع يشحن الجمهور، يوصل رسالة للدولة ان الزمالك وجمهور الزمالك مش هيقبلوا بأي حال من الأحوال ان انتوا تسيبوه موقوف القيد، والجمهور مش هيسكت على البلد لو انتوا سبتوه موقوف من القيد وما جابش صفقات. فتحركوا بقى يا دولة، بقى تحركي وشخشخي، شخلل عشان تعدي، شخلل عشان تعدي. عملية ابتزاز حقيرة على الهواء، عملية ابتزاز حقيرة. لو حد تاني عمل كده ما كانش طلع على الشاشة مرة تانية، ولكن ميدو ومن على شاكلة ميدو وبلية الدلدول وهزاز الرؤوس هم معاهم كارت بلانش، اعملوا اللي انتوا عايزينه، ولا حد هيقدر يعاقبكم، ولا حد هيقدر يقول لكم انتوا طلعتوا تقولوا ايه. الاخ ميدو قال لك الزمالك خرج مرفوع الراس من البطولة العربية. لا هو خرج مرفوع، بس مرفوع بالضمة، مرفوع بالضمة المقدرة، مرفوع بواو الجماعة. عارف واو الجماعة بتاعت مين؟ بتاعت الشباب والنصر السعودي. مرفوع بواو الحصالة، مرفوع راس يا ميدو. احنا نهزر؟ احنا نهزر يا ميدو؟ لما الزمالك طلع من دور المجموعات مرفوع الراس عشان كسب ماتش يتيم، امال نادي الشرطة العراقي، الشرطة العراقي اللي عنده مشاكل وازمات وعدم استقرار وي 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 وي، وصل لقبل نهائي البطولة، وصل لقبل نهائي البطولة. كفاكم كذبا، كفاكم تضليلا، الا اذا انتوا شايفين الاهانة تبقى رفع راس، الا اذا شايفين الخسارة تبقى رفع راس. انت مربوط على الدرجة التالتة والناس مقامات، ما اقدرش اقول لك اكتر من كده. يا جماعة انا بطالب ان قانون الرياضة بتاع 71 لسنة مش عارف 17 لسنة 77 لسنة 71، انا بطالب ان قانون الرياضة يتعدل.
انا بطالب ان لازم حازم امام يبقى في اتحاد كرة القدم واتحاد كرة اليد واتحاد كرة السلة واتحاد كرة الطايرة. ايه القرف ده؟ يعني ايه يا بنت اتحاد كرة اليد يطلع قرار ان الزمالك مش عارف هيتوقف من ايه مش هيلعب ماتشات خارجيه عشان خاطر فلوس ماتشيو جارالدا؟ يعني ايه؟ يعني ايه مفيش واحد زي حازم امام يحارب يقاتل يعمل اللي عشان الزمالك ما يتوقفش؟ وفي ايه بالظبط؟ لا يا جماعه دي مؤامره على نادي الزمالك بصراحه. انا بطالب ان حازم امام ياخد كده كارت بلانش ده تخش بيه في اي حته، تروح اتحاد كرة اليد وقول لهم انا عضو، طايرة انا عضو، سلة انا عضو، قدم انا عضو، وشوف بقى مشاكل نادي الزمالك وايقاف القيد والحاجات دي، وحارب يا كابتن زوما، كلنا في ظهرك، كلنا هنقف بالدور في ظهر حازم امام عشان ندعمه ونسنده انه ياخد حق مش حق نادي الزمالك، مش مشكلة انه ياخد حق مش حق نادي الزمالك، مش مشكلة، المهم ان الزمالك يرضى عن حازم امام. عايز اقول ان ما ذكره مرتضى منصور بالامس الرئيس الفعلي لنادي الزمالك فيما يخص الولد اللي بيدعي انه بيفهم في اللوائح هو انتصار اهلاوي على نادي الزمالك، انتصار لرجل يستحق ان ياخذ حقه. هذا الرجل هو المهندس عامر العميرة، عامر العميرة اللي لما كان الصحفي اياه يطلع يهبد كان عامر العميرة يطلع يرد بالحجة والبرهان والدليل والقانون، لكن جمهور الزمالك المسكين كان بيصدق. باعتراف مرتضى منصور نفسه ان الولد ده هبيد وان الولد ده كذاب وان الولد ده لبس الزمالك في الحيط، هذا انتصار للشخص الاهلاوي الجميل المهندس عامر العميرة. عايز اقول في صورة متداولة لرمضان صبحي بتشيرت نادي الزمالك، وللأسف الشديد مواقع كبيرة وكتيرة نشرت الصورة دي على انها صورة مسربة من جلسة تصوير رمضان صبحي في نادي الزمالك. طبعا في حاجات تقنية أو فنية ما تعرفش أنت بيها الصورة المفبركة مش من الصورة المفبركة، ولكن خلينا أقول لك أن الصورة المنتشرة على السوشيال ميديا لرمضان أو جلسة تصوير رمضان صبحي في نادي الزمالك هي صورة عارية تماما عن الصحة. احنا بنتعامل مع كائنات تتنفس الكذب، هم ما يعرفوش يقولوا غير الكذب، أنا أعذرهم، هم اتربوا على كده. يا جماعة من شاب على شيء شاب عليه، هم متربين على الكذب والتدليس والهكس. هو بيطلع يتفرج على القناة بتاعته 24 ساعة كذب نفاق رياء تدليس تزوير تضليل تعريض، كل ده بيتعلمه، كل ده بيتعلمه، فبيطلع واحد طول حياته كذاب مدلس مزور مزيف مضلل. فالصورة واضح قوي ان معمولة فوتوشوب باتنين تلاتة جنيه ما تزوقيني يا ماما، واحد عملها. طب الصورة دي صورة مين اصلا؟ صورة الولد بتاع الطايرة اللي لسه الزمالك اعلن عنه، اسمه دولة، شالوا رقبة دولة وحطوا رقبة رمضان بس، ادي الاتنين جنيه اللي دفعهم الزبون عشان يتعمل الفوتوشوب ده. لكن لا رمضان راح الزمالك ولا رمضان قعد في الزمالك ولا رمضان اتصور في الزمالك، ولكن هو شوية مدلسين، شوية فطوطة، عارف انت فطوطة رمى البذرة والبذرة نبتت ورعرعت وكبرت وشاخت، ده نتاج ما يقوم به بلية الدلدول فطوطة وقزم الإعلام في البرامج بتاعته سواء كان في التلفزيون أو في الراديو، بيطلع أجيال تعشق وتتنفس الكذب والتضليل والتعريض والنفاق. هل المجلس الأعلى للإعلام هو ده اللي انتوا عايزينه؟
تطلعوا أجيال في مصر كدابة، فشارة، منافقة، مدلسة. ده لا يليق بدولة محترمة بحجم مصر، ده لا يليق بحضارة وشعب مصر. أتمنى أن يكون في وقفة في هذا الأمر. خلصت أخبارنا، ما خلصتش حكايتنا. شكرا لكم.